عبد الملك حيخسر. عبد الملك حيخسر. ايوه هذا كوارتر فاينلز يا ابويا. استنى يا عمي هذول هذا ما علينا ما علينا. المهم نبدا الجيم الاول. حركات بركات سوشي ضد سترونج ما كانوا لعبوا مع بعض قبل كذا. ويدي له واحده فير يطيره برا ويدي له نجرو دبل فير ويطلع ويسوي يرجع له ابي ما ادري ايش قاعد يصير. باكر ويسوي اوتو شيل اوبشن والاثنين قاعدين دير ويفنج بس اداله واحده في بالاب اير. بعدين ايوه ادي له باكر يطلعه برا السيج يدي له فاير بول ويسوي له كاونتر بالاب بي وياخذ اول ستوك. عبد الملك فجر وجهه ما يمزح اليوم. عبد الملك قاعد يقول ترى انا حاكل شاورما صياح. ما ادري لو كلامي له علاقه بس المهم بعدين يدي له ليتش ستار سيتويشن بس ما يعرف يسوي ايج جارد لانه فاشل من جده ما يعرف يلعب. المهم بعدين انا مين قال لك انا من مكه ابوك انت من مكه. لا لا نغلط على الستريم ما ينفع. المهم انيويز يسوي له داش اتاك يطلعه برا الاثنين نفس البرسنتج يسوي له كومبو يطيحه داون ثرو يطلعه فوق بس ما في فولو اب. حركات بركات يدي له داش اتاك يطلعه برا ستيج حركات بركات مره ثانيه نير بس هي توفز ما ادري ايش قاعد يصير. اوكي اب سماش يطلعه برا حركات بركات الاثنين قاعدين الاثنين كل برسنتج دير فيشنج فور حركات لكن تعرف جدة اكتيفيتيز هذه. انا حبرر على الاخطاء ترى كلنا صحينا وما افطرنا حرفيا كلنا على المدى. اي والله بيك اليوم سوبر انت بس حرفيا ما احنا جايين جعانين اخر شيء كلنا امس والله كل شيء افا امتشبالي موجود. امتشبالي ايش دخل امتشبالي هو اخذ ستوك امتشبالي حرفين سوشي ما قاعد يلعب حرفين سوشي ما قاعد يموت موتات اسمع جدا كده ايش اسمك على كل الديار علي علي الاتحاد والاتحاد يا هنا اعتذر اخواني هنا فجأة قلبوا الاتحادية هنا في السجل التعليقي. نبدأ جيم 2. أتمنى أن سوشي يلعب زي الناس. أتمنى عشان نشوف اللعب حماس. لا تموت أنت بس لا تموت. طيب الستيج غلط سترونج يسوى ستارت وينسحب واحد اثنين صفر لسوشي. لا مو 2-0 لسوشي 1-0 لعبد الملك صح؟ بس جداوي عنده كتوجه انقلع خسرت له بس طيب العب زي الرجال ما اخذ لي ساموس مدري ايش العب راندو احسن ولا قل ادب انا انت راندو قدام قلنا قول جراند فاينلز يا اخي ما عليك ذا جيعان متخلف كذا يفكر اذا وجيعان ايه مسكين يقول انا وش سويت افضل ستيج لروي بس ما في روي هنا قاعدين يلعبوا ماريو وهذا مدري ايش قاعد يصير كوم درو انتو اب تلت من حركات عبد الملك الاثنين قاعدين يضربوا الهواء بس ما في مشكله الاثنين يبداوا كومبو انتو حركات بركات لكن ما في فول اب كويس ما في مشكله. عبد الملك عنده الادفانتج يسوي اف سماش بس ما يعرف يبنش هذا عشان يسوي بنش ما يسوي بنش. بعدين ايش قاعد يصير ايوه الاثنين يتبادلوا هيت بعدين تفجير ايوه يطلعوا برا الستيج. هل حيستفيد يكمل ايج جارد بس ما في حركات بركات يقدر ريد بس ما في اكسكيوشن كويس حركات واو. المهم ايش تبغوا ايه خلوني ما تعرف هذه حركه النمر هذه حركه النمر عندك البكير السلام على البكير يسوي له نار حركات ستار وورير سكاي وورير اب سماش يدي له اياها من تحت بعدين ايوه وهذا يسوي له اب تلت الاثنين كل برسنتج اي واحد يقدر يقتل دحين ما ادري ايش قاعد يصير بس يسوي داش اتاك يطلعه برا ويدي له هذه اياها من تحت برجوله بعدين باكير انت هل في فول اب بس ما في فول اب تروج حل تروج اي واحد يلمس الثاني حيسوي اوت اوف شيلد وي يسوي له كاب يقول له لا بس ما تقدر تخسخني بعدين يديله افتلت بس ما يقدر برضه يقتله ما تسوي شيلد بوك مع انه شيلد مره صار صغير اوكي شوي تعبت من الثاني المهم ما علينا اب سماش وياخذ اول ستوك بطل جده افضل لاعب جداوي مسلم هذا هو اللي علم سكاي وورير لاعب
ابتلت لكن عبد الملك يقول عبد الملك يقول يقول المدينة عمة جدة لكن لا لا ايه من اول مدينة ولا جدة المهم سوي الاثنين اللي دير فيشنج فور كومبو ستارترز يسوي له افتراء يطلعوا برا هذا يطلع فوقه بعدين يسوي سايد بي ياخذ ستيش كنترول افتن كتالوج يطلع من السريم بالله اكس ايفن فور ناو ايش تبغى انت حل كتالوج 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 او اكس تي ال جي حبيبي ايوه ما ادري هو نسموه كتالوج صح هذا البايرل مثرى حق الرياض راح استراليا من زمان عنه يا اختفى من الحياه بعدين اف 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 حل 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 افترا ولا افتلت ولا افير نسيت ما احب شيء زي ذي المهم الادفانتج عند ملك المدينه اوكي اذا يرمي يسوي حركات اب سماش يطلعوا برا ايش اوه لسه ما خلص بس قاعد يقول اوه لا يقول لك ايوه 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 جدا عمت المدينه لا لا هيدا سترونج هيدا سترونج سترونج ايوه افتلت افتلت هلا ما عندي جبهه 2-1 سترونج يفوز عبد الملك الجيم الثاني ويخرج سوشي برا البطوله كلها هذه برا البطوله وينرز لوزر ينزل اللوزر تحت شوف امه ذا بس يفلم قاعد يفلم قاعد يفلم المهم اتوقع على حلام على ما كويدون دايم تشجعوني بالله عشان ايوه